يشرفني أن أدعو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى المنصة للبدء في حوار استئناف الحضارة في العالم العربي، فلتتفضل سموكم مشكورا. إذن صاحب السمو، نبدأ معك مباشرة في الحوار، وسنحاول حضورنا الكريم قدر الإمكان التركيز في الأسئلة، لأنه حقيقة وصلتنا الآلاف من الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا من الإعلاميين وأيضا المهتمين من كافة أرجاء الوطن العربي بعد الإعلان عن هذا الحوار. أول شيء أنا يشرفني أنا أرحب فيكم وأشكركم على الحضور. ثاني شيء، نحن بنتكلم عن استئناف الحضارة في منطقتنا، وأنا عندي وصفة من خلال تجربتي في القيادة والإدارة، وبقول وصفتي، ولكن كل واحد منكم عنده وصفة. والاستئناف الحضارة يريد له عمل من كل بلد، آلاف فرق العمل اللي تقوم وتشتغل مع بعض، ولكن نحن نبدأ التصور لربما أن الآخرين يعني يمشون ويانا. عملنا سموك على محاولة جمع الحقيقة كثير من الأسئلة في سؤال واحد لنحاول الإجابة على هذه التساؤلات التي وردت من داخل وخارج الإمارات. نبدأ معك بعد رؤية هذه الأرقام الصادمة في العالم العربي في الفيديو السابق. أنت لديك أرقام رائعة تم تحقيقها هنا في الإمارات، ما الذي تريد تحقيقه من هذا الحوار؟ أو بمعنى أدق سموك، لماذا تشغل نفسك بالعالم العربي وباستئناف الحضارة في المنطقة العربية؟ الحمد لله. أولاً أنا أشكرك وأشكر الحضور وأشكر كل من تفاعل معنا في هذا اللقاء وفي هذا الحوار. أنا قبل 12 سنة طلعت ووجهت رسالة صريحة جداً للقيادات العربية، قلت فيها تغيروا ولا بتغيرون. البعض عتب علي، والبعض زعل، والبعض الحاشي قالوا لهم هذا شو يعرفه عن المستقبل، وصحيح ما يعرف الغيب إلا الله، ولكن في مؤشرات تخلي الواحد يفهم المسألة. أول شيء، القيادات العربية أحاطوا بأنفسهم بمسؤولين وحاشية يقول لهم كل شيء ممتاز وكل شيء جميل، ويقولون أن الشعب سعيد، ولكني أنا أعرف عن القيادات العربية فيها العرب عندهم أن بهذه الحاشية يسمعون لها ويصدقونها، ولكن في مؤشرات هناك أن يعني السعادة مش موجودة، الرضا مش موجود، هناك فرص ضايعة، هناك اقتصاد متخلف، هناك ملايين
الشباب العربي المتعلمين ما عندهم أمل في المستقبل. اليوم اللي قاعد نتكلم عنه استئناف الحضارة، وهذا يبقى شغل منا كلنا، ولكن كل واحد يحط وصفته عليه. طبعا هذا يدفعني لسؤالك سموك، من خلال رصدنا في عالم الأخبار لهذا المحيط المضطرب، صاحب السمو بصراحة، هل أنت يعني متفائل بمستقبل المنطقة؟ نحن هذه المنطقة مهد الحضارة البشرية كلها الرئيسية، فلابد أن يكون هناك أمل. أنا لو ما عندي أمل لما ضيعت وقتي، وقت الحضور الكريم وكذلك وقت من تفاعل معنا. أنا متفائل، الإنسان هو الإنسان، الإنسان هو اللي يصنع الحضارات والاقتصاد والمال، فهو يعني إذا عمل حضارة فممكن أن يستأنفها مرة ثانية، وأنا عملي كبير، والعرب عندهم مقومات الحضارة. لكن في رأيك صاحب السمو، ما الذي ينقص العالم العربي حتى يستأنف هذه الحضارة وحتى يدفع بعجلة الحضارة إلى الأمام؟ والله نحن العالم العربي عنده البشر المتعلم، عنده المال، عنده الماء، عنده الأنهر، عند الجبال، عند الهضاب، عند الأراضي الخصبة، كل شيء ما ينقصه، وعنده الإرادة، لكن الإرادة تريد ينقصها شيء واحد وهو الإدارة. الإدارة مهمة، إدارة الحكومات، إدارة الاقتصاد، إدارة البشر، إدارة البنية التحتية، إدارة في كل شيء يجب أن تكون الإدارة هي أهم شيء، حتى إدارة البشر، حتى إدارة الرياضة عندنا فيها فشل. لو نعطيكم مثال، نحن حوالي 300 مليون، وأمريكا حوالي 300 مليون. شوفوا كم حصدت أمريكا من ميداليات في الأولمبيات، وكم حصدنا نحن من ميداليات في الأولمبيات. فعندنا فشل، فلا بد أن يعني نصلح اللي فيه. نعم، اسمح لي الآن صاحب السمو، سننتقل لبعض الأسئلة التي وردت أيضا عبر الفيديو، والسؤال التالي من البروفيسور فاروق الباز. سمو الشيخ، تعلمون أنني لاحظت عن قرب الإنجازات المبهرة في دبي وباقي الإمارات العربية المتحدة منذ أول زياراتي في عام 1974، وكذلك أسعدني أن ألاحظ عن قرب إنجازاتكم شخصياً في هذا المجال. وسؤالي اليوم من شقين، أولاً، ماذا تعتقدون كان أهم إنجازاتكم شخصياً في هذا المجال المهم؟ وثانياً، لماذا تعتقدون أن هذا كان أهم الإنجازات؟ وشكراً. عندنا في دولة الإمارات إنجازات كبيرة وكثيرة، اللي أنا ومحمد بن زايد وإخواننا نفتخر فيها، لكن أكثر شيء من الإنجازات هو الإنسان، صناعة القيادة من الإنسان، الإنسان اللي قادر على كل شيء.
الإنسان يقدر على الاقتصاد، المال، البشر، فهو الإنسان. نحن عندنا وصل الإنسان عندنا في دولة الإمارات في المصاف الأوائل، وهذا هو اللي يسعدنا جميع. ولكن السؤال الثاني اللي هو أنا بقول لك أن المؤسس طيب الله ثراه في بداية الدولة في تأسيسها كنا 40 خريج في من الجامعة، فأنا أبشرك أن نحن عندنا مشروع للوصول إلى المريخ. وأنا سعيد جداً أن كل اللي في هذا البرنامج هم شباب ومواطنين وأعمارهم في العشرينات. وأي واحد يشك في هذا نحن ندعوه بزيارة هذا الشباب اللي نحن نفتخر فيهم. سؤال آخر عبر الفيديو من الكويت من الأستاذ محمد الرميحي. سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الخير. أنا محمد الرميحي من الكويت. دار في خلدي عدد كبير من الأسئلة، ولكنني وجدت أن معظم هذه الأسئلة التي في ذهني قد قامت بتحقيقها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتكم والقيادة الرشيدة لهذه الدولة الفتية. ربما بقي سؤال في ذهني، هو بين هذا الاضطراب الشديد في هذه المنطقة في الشمال وفي الجنوب وعمليات الإرهاب الضخمة التي تدور في هذه المنطقة، كيف يمكن للشيخ محمد بن راشد كرئيس وزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة الموازنة بين الانفتاح الاقتصادي والسياحي والثقافي وبين ضبط الأمن؟ في تقديري هي موازنة صعبة، ولكن لابد أن فيها أسرار قد يستفيد منها بقية هذه الدول المحيطة. أشكركم وأتمنى لكم كل التوفيق. مشاكل العالم ما توقف، ولابد أن نحن نستمر في النمو ونجتهد في حق شعبنا وبلدنا ونطور. لو قلنا من 40 أو فوق 40 سنة أن نحن لا بنتوقف حتى يدب الأمن، كان ما وصلنا مكان. نحن بالرغم من وجود الأمن وعندنا رجال يحمون الأمن وهم على مستوى عالي جدا، ولكن نحن نستمر في العطاء وفي التقدم لبلادنا ولشعبنا ولمجتمعنا. صاحب السمو، أيضا نعود لبعض الأسئلة التي وردت عبر وسائل التواصل. من خلال مسيرتكم الطويلة والناجحة في القيادة والإدارة الحكومية وأيضا التنمية، في نظرك ما هي أهم النصائح التي يمكن أن تقدمها للمسؤولين في الحكومات العربية سموك؟ دعني أقول لك يا أخ فيصل أن نحن لا ندعي الكمال، نحن نتعلم وكل يوم نتعلم شيء جديد. دائما نحن ما نضيع الوقت، الوقت يمر ولا يرجع مثل ماء النهر ما يرجع. فهذا الوقت حافظوا، حتى الحاضرين حافظوا على أوقاتكم وأنجزوا، لأنك ما تعرف متى تنتهي الأعمار. فدائما نحن نتعلم
واللي أنا أقوله هنا أن نحن حصلنا درسنا وتعلمنا وكسبنا خبرات وتجربة دولة الإمارات موجودة ونحن نقدمها للإخوان اللي يريد أن يستفيد لربما يستفيد ولا إذا عنده شو شيء أخير هو هذاك شيء غير ولكن ما نقول أن نحن عندنا الكمال مكمل ولكن عندنا صفات في القيادة والإدارة وهذا هو اللي عندنا لإخواننا العرب. طيب لكن يعني صاحب السمو الكثير من القادة العرب يعلنون عن رؤية لمستقبل التنمية في بلادهم لكن ما نرى ما يحدث في الإمارات كيف تترجم هذه الرؤية فما هو السر الحقيقي وراء ذلك؟ الرؤية لا تكفي لابد من تخطيط ولابد من الخطة أنت التخطيط والخطة تعرف توقع المستقبل فتستعد له فلابد من تخطيط ولابد من أنك أنت بس تخطيط ولا تعمل شيء ولكن الفعل يجب أن يكون يتسير مع الخطة والتخطيط. نعم لكن أيضا نبقى في نفس الإطار وأيضا وردتنا أسئلة في هذا الإطار سموك الكثير من القادة لديهم نفس الرؤية الهمة والإرادة لكن دائما ما يتم إلقاء اللوم على المحيطين بهم كيف تنظر لهذا الرأي؟ أنا أتصور أن لابد من وجود القائد صناعة القادة هي من أهم شيء ولابد أن يكون هناك قيادة وأنها تستمر في هذا الشيء ولا تقول والله أن نحن حولنا وأنتوا أخير وأنتوا نحن نجتهد في الأوقات الحرجة نعمل ونعمل بكل جد فلجل هذا إن شاء الله الجميع يكونون في صفنا والله الموفقين إن شاء الله. سموك الآن نعود لأيضا سؤال عبر الفيديو وهو موجه من الإعلامي المصري عمرو أديب نتابع معك. لعل أهم سؤال دايما يدور في ذهني عندما انعقد هذا المؤتمر والكلام عن تحديث الحكومات والعمل الحكومي هو سؤال واحد مباشر دائما يشغلني وأرجو أن تفسحوا صدركم له وأن تحاولوا الإجابة عليه ومساعدتنا في الإجابة عليه. هل نجاح الحكومات في الإمارات وفي المملكة العربية السعودية وفي الكويت والأخرى يرجع أن هذه الدول هي دول حديثة دول غنية هل هذه التجربة قابلة للتكرار في دول قديمة فقيرة مثل الدولة المصرية مثل الدولة السودانية مثل الدولة الليبية مثل الدولة العراقية مثل كل هذه الدول؟ هذا هو السؤال الذي يحيرني. هل التجربة ناجحة لسهولتها عدد السكان أقل الموارد أفضل هل يمكن أن تكون هناك حكومة ناجحة في بلد فقيرة في بلد بها عدد كبير من السكان أم أن النجاح له أساس لا يتغير يكون نفس النجاح في دبي وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي كل الأماكن؟ نسمع عن النجاحات ونسمع عن الإنجازات ونسمع عن قدرة على أتمتة الإدارة أي أن تكون الإدارة كلها على الإنترنت وأن يستطيع الناس أن ينجزوا أعمالهم. هل يستطيع 90 مليون في مصر أن ينجزوا أعمالهم على الإنترنت مثل ما يحدث في دبي وفي أبوظبي وفي الشرقة وفي القوين وفي عجمان وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية؟ هذا هو السؤال
نرجوكم أن تساعدونا لو هذه القضية ممكنة في هذه الدول القديمة ذات الموارد المحدودة ذات القدرة السكانية الكبيرة، نرجو أن يكون هذا جزء من مناقشتكم في هذا المؤتمر الناجح إن شاء الله. شكرا سؤال لكم. سؤال طويل سموك، لكن أتمنى أن تكون الصورة واضحة. لا فهمت. سؤال عمرو أديب ملغوم شوي. هو يتكلم عن الدول الغنية الصغيرة اللي طالعة هي اللي تقدر تقدم، وأنها اللي فيها شعبها كبير وناسها كثير هي صعبة أن تتعلم. أنا عندي مثال، الصين 1.3 مليار، والصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم، اليابان ما عندها نفط، اللي هو يتكلم عن دول الخليج وعندها نفط، كوريا الجنوبية ما عندها نفط، متقدمة جداً ولا عندها نفط، فللنجاح عدد يعني أرقام كثيرة، والفشل رقم واحد وانتم تعرفونه. يقصد ليبيا، هو ذكر ليبيا، ليبيا غنية ولكن ما كان عندها إدارة، وشو وانا يعني قلبنا على أهل ليبيا. بس يا عمرو أديب أريد أذكر لك شيء، أن دولة الإمارات وشعب الإمارات يحب مصر والمصريين، حتى أنهم علمونها لما كنا صغار. وأريد أنا أذكرك وأنا أعرف أنك أنت تعرف، أنا لما أقول دولة الإمارات شعب الإمارات، إذا تذكر لما زعماء العرب رفضوا مصر تكون في الصف العربي وصار عليها حظر، أنا أقول لك وأنا كنت موجود، مؤسس دولتنا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه هو اللي رجع مصر وقال للرؤساء نحن مصر لازم ترجع لأن روح الدول العربية، فقالوا لا ونحن معانا والشارع معانا. قال هو من معاكم؟ مرة ما حد معاكم، وكان هذا بتتمون عليه نحن بعدها بوياكم. والأخير وفي الأخير رجعت، والشيخ زايد طيب الله ثراه هو اللي رجع مصر للصف العربي. بس للذكرى. نعم سموك، أيضا لدينا سؤال آخر عبر الفيديو من أخ من العراق، نتابع معك. السلام عليكم، أنا جاسم محمد عبد اللطيف النعيمي من العراق. شيخ محمد السلام عليكم، سؤالي حتى نمكن أن نمضي ونطور الحضارة العربية الإسلامية في الوطن العربي، هل ممكن إبعاد الدين عن السياسة؟ قبل الإسلام كانت القبائل تتحارب وتغزو بعضها البعض،
فلما جاء الإسلام صارت حضارة، والكلكم تذكرون أن الحضارة الإسلامية هي اللي فادت العالم كله. ولكن الآن هذولا اللي هم نص المعرفة رجعوا أن يقتلوا بعضهم البعض باسم القرآن وباسم الدين. ويتخاصمون ويفجرون أنفسهم باسم الدين، ويفجرون أنفسهم في أوروبا وفي أمريكا باسم الدين. وهذا هم فهمهم للدين هو غلط، لأن هذا الإسلام، الإسلام سمح ومحب ويجمع. لما يقول لك الإسلام سلام للعالمين، ما يقصد المسلمين، يقصد كل العالمين اللي على وجه الأرض. فهذه لا، يعني هم اللي فكروا أنفسهم ويريدوا يسبوا النساء ويقتلوا الرجال، ويقول لك هذا بسبب الدين. هو فهمهم للدين غلط كبير. نعود الآن إلى الأسئلة الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صاحب السمو، هذا السؤال تكرر بصيغ عدة وبشكل متكرر، ونطرحه كما ورد لك. هل تؤمن بنظرية المؤامرة؟ لأن الكثيرين يقولون بأن أحد أهم أسباب تخلف العرب هي المؤامرات التي تحاك ضدهم منذ أكثر من 100 عام، منذ تقسيم دولهم واستعمارها. ما رأي سموكم؟ المؤامرات، نعم أنا أؤمن بالمؤامرات، وإذا كنت تعتقد يا أخ فيصل أن الدول ما تتآمر على بعضها البعض ولا تتجسس على بعضها البعض في صالح مصلحتها، حتى في تخطيطك لمصلحة بلدك وشعبك يحاولون أن يخربون عليها. فالمؤامرات من آلاف السنين موجودة، ولو قرينا التاريخ وإلى اليوم وإلى آخر الزمن المؤامرات بتكون موجودة. دولة تتآمر على دولة، حتى في الانتخابات الأمريكية في تآمروا عليها بعض الدول ودخلوا في شؤونها في الانتخابات، وانتوا تعرفونهم. فبس شيء أن إذا دولة قالت أن والله نحن علينا مؤامرات ووقفت من العمل، لا، هذا هي خطأ. الدول اللي تأخرت بسبب أن تقول والله نحن علينا مؤامرات، طيب المؤامرات سايرة، خذ سهمك فيها، لازم جد ولازم أنك تجتهد أكثر حتى توصل إلى اللي تريده. أما المؤامرات باقية، والمؤامرات موجودة. نحن الأخ محمد بن زايد وإخوانه وكل العاملين، ما يزيدنا هذا إلا أسرار. نرجع الآن إلى أسئلة الفيديو صاحب السمو، وأيضاً معنا سؤال من الإعلامي جهاد الخاسم. أخونا الشيخ محمد، كنت سمعت من عضو في حكومة الإمارات التي أنت ترأسها أن باراك أوباما لم ينفذ شيئاً اتفق عليه معه، وأن دونالد ترامب أفضل منه. ما رأيكم في مستقبل العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة؟ وما هي القضايا التي تهم الإمارات التي يريدون إثارتها
مع الرئيس ترامب. نحن يا أخي الكريم علاقاتنا مع دول ومع حكومات ومش مع أفراد. نحن الرئيس الجديد عندنا من نتكلم معاه وأعطاه آرانا، وعلاقتنا دائما بتكون وين مصلحتنا وين مصلحة بلدنا وين مصلحة شعبنا. هذه سياستنا الرئيسية. إذا قلنا الحكومة السابقة في أمريكا ارتكبت أخطاء، أنا أقول نعم، منها غزو العراق، ومنها تأييدها للثورات العربية. فكم خسرت أمريكا في حرب العراق؟ وكم خسرت العراق أيام الغزو؟ فهذا يعني رجع، بدال ما يكون أن العراق يريدونها أن تكون يعني بلد نموذجية للشعب العربي كله، وهذا اللي قالوه قبل، الآن تراجعت الوراء واصبح المثل سيء. شكرا. نعود سموك للأسئلة التي وردتنا مكتوبة، وهذا أيضا سؤال متكرر، كيف ترى سموكم دور ومسيرة مجلس التعاون الخليجي؟ في الماضي بكون صريح، في الماضي كان بطيء، ولكن يعني كانت مواقف جدا ممتازة. وقوف مجلس التعاون مع بعض في كثير من الأمور، ووقفته في احتلال الكويت وتحرير الكويت، مجلس التعاون وقف وجاب العالم معاه. أنا مثل ما يعرف الأخ محمد ونتكلم، أصبحت فينا اليوم رسائل متبادلة، وكذلك نحن عندنا فرق عمل يعملون مع بعض. فمن هذا السبب وهذه المعرفة اللي أنا أعرفها، اليوم مجلس التعاون بقيادة الملك سلمان وكل القوات القيادات في مجلس التعاون، أنا أرى مجلس التعاون بيكون يعني في خير، ويكون لأثر على الأمة العربية وكل الدول العربية في المستقبل. وأنا أقول وأنا أجزم أن في خلال 4 سنين، لأن نعرف الوفود اللي رايحة وجاية سواء من أبو ظبي أو الكويت أو كل غيرها، نحن نعرف ونجزم أن في خلال 4 سنين بيعمل كثر ما عمل 40 سنة قبل. هذا أيضا سؤال تكرر صاحب السمو، وهو في الشق الاقتصادي، ما رأي محمد بن راشد في مشروع السوق العربية المشتركة؟ لماذا لا يقود جهود تحويل هذا الحلم إلى واقع؟ وهل يؤمن أصلا محمد راشد بهذا المشروع؟ السوق العربية المشتركة دائما نسمع هذا الكلام، وكان أمنية. أما اليوم نصيحتي
أن يتوقفوا عن السوق العربية المشتركة. هذا حلم قديم، ووزراء التجارة كذلك لا زالوا يجتمعون ويتكلمون ويحلمون بالسوق العربية المشتركة. اليوم نحن في 2017، العالم تغير، العالم تغير، أصبح سوق عالمي مشترك. لأن فأنا أقول لهم اتركوا خطابات السبعينات واتركوا حلم القديم، واللي يريد يفتح يفتح على العالم. ليش تريدون أن تفتحون بس على جيرانكم؟ ما دام العالم كله اليوم صار سوق واحدة وانتهت الحدود. إذا أعطيك مثل، يعني طياراتنا، طيارات الإمارات تحمل مسافرين من البرازيل للصين، في عندنا وطائراتنا الثانية تشغل من 260 مطار حول العالم. السياحة تجينا من كل دول العالم، التجارة مفتوحة، ما مثل عند بعض الناس اللي التجارة مغلقة وعدة أنفار، لا، لازم تكون هي مفتوحة. العالم خلاص افتح وامش، ناخذ بضاعة من الصين ونصدر إلى أفريقيا ونصدر إلى أمريكا الجنوبية. فالعالم اليوم أصبح صغير، فلا بد أنت أنك تكون وياه. أما اللي يريد يغلق على نفسه فهو بيكون الخسران. السوق مفتوح وسوق العالمية المشتركة واحدة. نعم. استمعنا لرأي سموك عن دور مجلس التعاون الخليجي، نود أن نستمع رأي سموك عن جامعة الدول العربية. كيف ينظر محمد بن راشد للجامعة ودور هذه الجامعة العربية، وهل من نصيحة سموك تقدمها للجامعة العربية؟ الجامعة يجب أن تكون جامعة. أنا نصيحتي للجامعة أن تفتح للشباب العربي ومشاريعه الجديدة وتساعد هذا الشباب على هذا الشيء، وتفتح كذلك للمتخصصين، لأن الكثير الشباب عندهم روح إيجابية كثير وعندهم أفكار جديدة، وصراحة لازم كذلك الجامعة تكون جامعة القلوب العربية وتكون هناك. يعني أنا أقترح أن تكون لها فرع في دولة الإمارات، ونحن مستعدين للشباب العرب أن نفتح دورات وتدريب مكثف لهذا الشباب، ونعطيه من خبراتنا الموجودة حتى يصبح جاهز للقيادة والإدارة.
هذا سؤال وردنا بالنص يا صاحب السمو، سأنقله لك بالنص. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أريد أن أسألك عن إشاعة سمعنا بها من زمان، ما هي قصة سعي بناء دبي لعاصمة جديدة في ليبيا أيام القذافي، تضم مركزا ماليا وأيضا بنية تحتية، ولماذا توقف المشروع؟ بعد ما اعترفت ليبيا عندها مشروع نووي وكان الحظر عليها، وبعد ما تخلت عن هذا المشروع وأخذوه الغرب وشال الحظر عن ليبيا، اتصل القذافي وقال يا محمد أنا أريد أعمل في ليبيا مدينة مثل دبي. وبالطبع لا أنا ولا أخواني نقدر نقول لا لدولة عربية طلبت منا شيء. فبالطبع أرسلنا وفد متخصص وشافوا وناظروا المكان وراحوا برا على العاصمة مسافة قصيرة في خيمة القذافي وعرضوا عليه المشروع. والمشروع مثل ما قلت أخ فيصل هو أسواق مالية وأسواق عادية ومناطق للتسوق وجامعات ومدارس ومستشفيات، ولكن لما جاء الفريق بيبتدي بدأت الصراعات اللي تحت القذافي، وبدأ الفريق يشوف أنه مشكلة وما بقادر أن يبدأ، فاللي يريد قطعة مني واللي يريد قطعة مني واللي هذا المشروع، فأرضوا فلان وأرضوا فلان، وهذه يعني المصيبة. وبعدين قلنا طلبنا الفريق يرجع، ولجل هذا ما صار، ولكن لو صارت بتكون مدينة اقتصادية لأفريقيا ولليبيا، وكان وضع ليبيا اليوم أفضل، لأن يعني الفساد لما يكون ويكون الفساد في بلد، يا أخوان مثل البلد اللي فيها فساد المشروع بيكلف 100 حطوا له 1000، 100 للمقاول و900 للمسؤولين. سؤال أيضا سموك من الأردن وربما في نفس الإطار، سؤال عن الفساد، نستمع منك سموك على هذا السؤال. بدي أسأل الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن هالفساد اللي في الدول العربية، كيف بدنا نطلعوا هذا يا سمو الشيخ؟ أخ فيصل يعني الفساد إذا قال لك الإنسان أن في عضو في الجسم الإنسان فاسد يعني ما يقوم بدوره، وإذا كان وزير فاسد أو مؤسسة فاسدة أو إنسان فاسد هو ضاري الفساد معناها الرشاوي، وهذه اللي كثير من الدول يعني تخلفت بسبب الفساد والرشاوي. وأنت تعرف الفساد في أي بلد كيف، إذا دخلت في المطار وشرطي المرور وهناك رشاوي أو شيء تعرف، وأنا شفت بلدان دخلت وشفنا أن فيها رشاوي ولا استثمرنا فيها، فهذه يعني بس الغلط على القائد
أن يشوف الرشاوي ويسكت عنها. ولكن في بعض البلدان هذا الفساد هو طبيعي ويفتكره من يفتكره أن من حقه يعني. لكن أوعدكم أني أنا ومحمد وإخوانه ما نرضى بالفساد أين كان. يعني خطر على بالي أيضا سؤال لك يا صاحب السمو، فاجأت أنت الجميع بالحديث عن الفساد وضرورة التغيير قبل فترة بزيارة لبلدية دبي، قمت على أثرها سموك بتغييرات كبيرة، البعض يعني رأى أنك بالغت في هذا التغيير لتأخر بعض هذه القيادات في يعني الحضور الصباحي، ما رؤيتك في هذا الأمر سموك؟ صحيح، البعض اللي بيعرف تسمع بيقول أني ربما استعجلت أو شيء، بس أنا بقولكم الحقيقة، نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله أن ما نسكت عن الغلط. الإخوان في البلدية والمدراء اللي في البلدية يعني عملوا أشياء طيبة في السابق، وأنا شخصيا كنت أتابع بالمتسوقين السريين، وكنت أتابع بالمراجعين، ومن سنة ونص نحن نحاول، فحتى بعض الأحيان نعطيهم برنامج أو عمل، فبعد فترة يقول لا محمد نسى وما يصير، والمراجعين يخبرونا بهذا الشيء، ولكن فراجعنا وشفنا وتأكدنا أنهم وصلوا مرحلة من السن اللي يبقى الواحد ما يهمه، خلاص هذا أنا وما حد بيقوم، ما بقوم عمر كرسية. فهذا ونحن تعرفون نحن كلنا يا أخوان نحب الدم الجديد، هم ما قصروا ولكن وصلوا إلى حالة تباطئ، فلجل هذا قاعدناهم وكرمناهم وشكرناهم. نرجع للأسئلة، هذه المرة أيضا سؤال عبر الفيديو وهو موجه من الإعلامي علي جابر مدير عام قنوات إم بي سي سموك. صاحب السمو طال عمرك، هل تعتقد أن الإعلام في وطننا العربي الآن دوره يشجع على الفرقة أو يشجع على الوحدة في عملية استئناف الحضارة؟ أخ علي أنت يعني أنا عندي أصدقاء كثير من الإعلاميين، واليوم ربما أكون صريح معهم شوي. الإعلام عندنا هو اللي حرض على الثورات. إذا قلنا عندنا 1300 محطة في الدول العربية، تكلفة هذه المحطات 30 مليار دولار، شو استفدنا؟ عندهم يعني عندهم محطات في الطائفية وفي النزاعات وفي الخلافات، وهذا سني وهذا شيعي وكلهم مسلمين. فصراحة أنا أقول أنهم هم ارتكبوا الخطأ وهم سبب
أناطرين الإعلاميين، وهم سبب اللي صارت في هذه الدول. يعني إذا قلنا هذه 1300 محطة، وهذا تسب بعض وهذا يسب الثاني وهذاك يحرض هذا على هذا، فهذا وين صارت؟ وين بقت؟ فلابد نحن تعدلوا إعلامكم، ولا أنا بقولكم ترى القطار بيفوتكم، وأنا بقولكم أن الشعب العربي ونحن بنتوجه إلى التواصل الاجتماعي إلا إذا ما عدلتوا. لدينا سؤال أيضا عبر الفيديو من الأردن سموك. نعم اسمح لي. سؤال عبر الفيديو من الأردن. مرحبا، اسمي أنس من الأردن، حاب أسأل سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سؤال. شو أول فكرة خطرت ببال سمو الشيخ عند استلام الحكم أو ببداية التفكير بالفيجن ومرحلة التطوير اللي بده اللي أخذ دبي فيها للي إحنا واصلين فيه الآن، وشو الخطوات الأولية اللي حكى لازم تنعمل حتى نوصل لهون؟ وشكرا. أذكر أول شيء سويته أن في التميز أن جعلنا الدوائر يعني تنافس بعضها البعض، ولكن الشيء اللطيف الإعلاميين والناس جايين على حفلة التكريم لهذه الدوائر الناجحة، وبعد ما خلص التكريم قلت لهم أعلنوا عن أسوأ 5 إدارات، وهذه صراحة غيرت المفهوم عند الإدارات وصارت يتقدمون في هذا الشيء. بس أنا بقولك شيء ثاني، وبقول للإخوان لما طلب مني أن أكون بالحكومة الاتحادية وقبلت من جهة إخواني، بالطبع عندي رابع وعندي مستشارين اللي هم يسمون عمارهم مستشارين. فقالوا يا محمد عندنا نصيحة لك. قلت نعم، شو هي؟ قال يعني قالوا يا محمد نحن نصيحتنا لك الله ساعدك ونجحت في دبي، ولكن الحكومة الاتحادية روتينية مطلوبة كثير، الوزير متجاجة ومتى ما ظهر ظهر، وأنت هني ما بتقدر تسوي شيء. وأنا أبتسم قاعد أفكر، فيوني مرة ثانية يقولون هالكلام وأنت الحين وصلت، لا تخرب أنك تروح في مكان ما تقدر تسوي فيه شيء، الحكومة ما مطلوبة، ديون كبيرة وعملهم روتيني، كل واحد يطالع حتى يصير يتغدى عند حرمته. ولكن كنت ابتسم لأن هذا واجب علي، والحمد لله سددنا كل الديون وبسرعة، وأصبح عندنا اليوم فايض. بغيت أخبركم عن هالسالفة لأنها كانت تضحكني، وأنا أقولكم بمساعدة إخواني ومساعدة الوزراء اللي غيرنا فيهم اليوم نحن أقولكم أن حكومة دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الحكومات.
العديد أيضا من الأسئلة عبر الفيديو. أيضا نأخذ سؤال آخر سموك من مصر عبر الفيديو. بالنسبة للمرأة العربية كيف يرى تطورها في العالم العربي؟ أنا قريت في تقرير قبل مدة أن النساء العاملات في الدول العربية 17%، وهذا شيء مؤسف. نحن عندنا الخريجات من جامعات فوق 70%، 75%. عندنا النساء اللي في الحكومة كذلك في هذا الرقم أو كما 80%. وعندنا ونحن نعتبر النساء، وعندنا من النساء اللي الوحدة بألف رجال. فالمرأة نص المجتمع، إذا أنت تعمل تقدر تتنفس برية واحدة، تقدر تمشي بس على جري واحدة، تقدر تشتغل بيد واحدة. نحن نحتاج للرجل ونحتاج للمرأة. اليوم إذا كانت الثلث، أنا أبشركم أن في السنين الجاية بيكون 50% من مجلس الوزراء نساء. سؤال أيضا عبر الفيديو، هذه المرة أيضا من الإعلامي تركي الدخيل. تركي الدخيل، سؤالي للشيخ محمد بن راشد الذي يقضي كل يوم مثلنا، عنده 24 ساعة فقط اليوم، كيف يستطيع سمو الشيخ أن يستيقظ باكرا ليبدأ بممارسة الرياضة وركوب الخيل والدراجات، ثم بعد ذلك يذهب إلى المكاتب ليتفقد حضور الموظفين قبل بداية دواماتهم وبداية الدوامات، ثم يحضر اجتماعات في دبي وفي أبوظبي ويزور الإمارات الأخرى ويتفقد المشاريع ويرعى المؤتمرات، ويجد وقتا ليجلس مع الناس في ولائمهم ويشاطرهم أفراحهم وأتراحهم، وفوق ذلك يلعب مع أطفاله ومع أحفاده؟ الشيخ محمد بن راشد، ال 24 ساعة اللي باليوم شلون تسويها 84 ساعة؟ نود نسمع منك السر حول تحويل ال 24 إلى 84 سموك. أختركى، لو عندنا في الإمارات مسؤولين الإمارات وشعب الإمارات 84 ساعة لبنينا أربع مدن مثل دبي، وبنينا دولة الإمارات ثنتين. أنا بالطبع أمزح، ولكن تنظيم الوقت هو شيء مهم، لأن الوقت يذهب ما يرجع، ما تقدر تحكره، مثل العمر. ليش أنا مصر كل يوم لابد أن أتعلم شيء جديد؟ لأنك إذا ما قمت به طاف. فالوقت مثل الماء اللي في النار، إذا ما مسكته طاف. فلا بد أن نحن نرتب أوقاتنا وتكون هناك عندنا فرص للرياضة والتأمل. أنا حتى لما أكون أتريض، سواء على ركوب خيل أو مشي، أنا أتأمل حتى أقدر أقدم شيء لدولتي وشعبي. الوقت يعني مثل العمر، العمر إذا طاف ما يرجع مرة ثانية. فيجب أن نحن
نجد ونجتهد. كلكم من بكرة لازم تقول أن الوقت يذهب وينقص من عمرك يوم، فلازم أنك أنت تكون مرتب أوقاتك ومتنظم. أقول شيء ثاني يا أخ محمد، أنا بقول لك شيء أنت تعرفه، هو النجاح 50%، والخمسين الثاني فشل منافسيك وعدوك. طويل العمر، هل من كلمة تود أن تختم بها هذا اللقاء التاريخي والصريح مع سموك؟ نعم، كنا نريد وزير للشباب، وكان مع مجموعة من الوزراء واللي جنبي من الأصدقاء، فقلت أريد وزير في سن الشباب، فردوا علي وقالوا الشباب ما عندهم خبرات. قلت أنا لا، أنا أريد وزير في سن الشباب، ولا أريد معرفتكم خبرتكم، أريد يعطينا الأفكار الجديدة من عند الشباب. فأعلننا عن المنصب واتصلنا بالجامعات وقلنا المتفوقين من الذكور والنساء، وعملنا وفد صغير ينظر فيهم، والحمد لله جت شم المزروعي. وأنا مرتاح وسعيد بشمه. اللي سوت مجالس في كل الإمارات للشباب، ولمت الشباب كلهم وقالت لهم نباراكم. ما بهذا، عندنا 2500 طالب يدرسون في الجامعات برا، فاتصلت فيهم وأخذت آراهم وخلتهم فرق عمل، وهم الآن معاها. اليوم شم المزروعي أكبر وزارة في دولة الإمارات مع الشباب، لا وأكبر حتى وزارة في العالم. نشكركم إذن يا صاحب السمو على هذه الفرصة التاريخية للحوار الصريح معكم، ونتمنى بالفعل أن تكون هذه البداية، هذا الحوار، بداية حقيقية لاستئناف الحضارة العربية، وأن ندفع بهذه العجلة إلى الأمام. شكراً لك سموك على إتاحة الفرصة للقائك، وهذا شرف كبير بالنسبة لي. شكراً لكم حضورنا على تشريفكم هذا الحوار.